ميوس عسيل يا وسيرك ريمها دبدا سومالي لان دكتور عيسى كيد وكما قنا كلان كي وضح ضلضا سومالي لان يسوماليا يلو ورديو إسا صوتا ريا يا وحا أي شيغيان إنو وسيركو كعريسين هاي سببتي لوغا ريباي وفتقاسي ومركي وقوه الرئيسي هايدي أي سومالي لان كرريبتا وسيركا أرهمها دبدا كلان دحمرا يا سوماليا فالعلين تي كالالاتي ورمتيات كي حالي كسو بحاي مقالة جبوتي إحارون تاوضن كاسي أي شعب كرير سومالي لان سوين وقو مشغول سنيه يدو وفتقي سومالي لانناها او كسو نقضي مقالة هرقيسي عاصمة داها سياشة شعبك آني لحد لين ان مدى ايو صواها وسيرك ارهمها دبادة اجموريا دا سومالي لان دكتور عيسى كايد اساقا او قولا وحكو او لاها دين عدبلوماسية دا اوخر سيداي وحنا لقوت الماما شخصي اقوان فرابادان اولي لهذا الكرير قلبيت كاها اي ارهمها دبلوماسية دا دكتور عيسى كايد ايا كولانكي كدعي مقالة جبوتي حارونتا ودن كاسي او اي كوكولان صنايين سوماليا يو سومالي لان كسو دحمو قنواي هالك اي بوسكي سي متلي سي دكتور عيسو ادنا ادن او اه ارقيقا قارك اه اي وضا حدالله دا سوماليا يو سومالي لان هسي شاسي كلاو حبوسكي سي وقوشري وسيرك ارهماها قدها اي سومالي لان محمد كاهي نحمد او صحيحي سومالي لان ورمرتيات كاكا صوبة حي شركاسي وحنا ايا هايد مركي وقوه الرئيسي او وسيرك ارهمها قدها سومالي لان او صحيحو ورمرتيات كصوبحي وضا هذا اللذا سوماليا يو سومالي لان ايضا او دبلوماسيين تا سومالي لان شركاسي امي تلي يي او حكومة دو اي كوصوا ويساي ان لغو ده هدلا يي ارهم امني او كوصابسا ارهمها قدها الا بدا وطن هذا باور باهين تا حقوقال ايا دبقال ايا باريس دير ادا كوصا ميساي وراركا سيدا وين سوق او قوشراه الدكتور عيسى كايد سببتا او وغاحري وفتقاسي وحنا اي سوغا تحقيقوين كو ارورا سببتا او مستر عيسى كايد اوغا سو دحموقان واياي وفتiga مدحوينو هقامين اياي اي كولا كولماي وفتiga سوماليا مقالة جبوتي وسير عيسى كايد ايا وحا او كومقان يهي سيدا الى وراديو هوسي او حقوقالي نو حقيقيين ودن كايتوبيا تاسي او اوغو قول حالا اي مدحوينها عسومات رسمية او كهيلاي رئيس الوساري ابي احمد وحنا او سفر كاسي او انبا بيحيطونا ساعدها اي مالمها فوضا انو سوها اي موسى بيحي عبدي إلا ورادية دبية كما دبعانك آه كدقا أيا وحبا كما تشيران وررك السيدة وين براها بلشادة لوغو فافية أيا وحا أي شيغيان إن دكتور عيسى كايد أو وسيرك أرهمها دبادة جمهورية دا سومالي لان أحسيدة أوكالينا قولة بادان هرسي داي أو كوب مشغول سيني هاي وقت كان حادر كا أرهمة دبلوماسية دي دو قران كا جمهورية دا سومالي لان مهيم وآقواسي وكسعودة مقالة عديس أبابا إي حارون تاودن كايتوبية tanina waxa ay ka saareysaa meesha in muran iyo ismaandhaaf uu ka dhaxayo diblomaasiyinta xukuumadda Soomaaliland ku metelaya arrimaha dibadda iyo gudaha tanina waxa ay meesha ka saareysaa iscasilaad iyo caaro inay jirto wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxana isku soo beegmay laba safar oo dhinaca arrimaha dibadda kuwaasi oo labaduba u ahaayeen Soomaaliland muhiim taasi oo ay isu qaybiyeen diblomaasiyintii xilligaasi ku sugnaa magaalada Hargeysa ee xukuumadda Soomaaliland iyada oo wasiirka arrimaha dibadda ah uu qaatay shaqadii ka socotay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya taasi oo madaxweyne Muuse Bihi Cabdi uu ambabixi doono maalmaha soo socda safarkani ayaa micno weyn u leh Soomaaliland waxana lagu bedeli doonaa arrimo badan oo u dhaxaya labada waddan kuwaasi oo ay qayb ka tahay derisnimada iyo sida oo kale xuhdimaha Soomaaliland iyo Itoobiya ay wada leeyihiin oo muddooyinkii ugu dambeeyay iyo sidoo kale maamulka dawlad deegaanka oo wax badan laga bedeli doono taasi oo Soomaaliland saameyn ballaaran ku leh ugu dambeeyna wararkaasi waxa ay noqdeen kuwa mala awaal ah iyo waxba kama jiraan oo ay si weyn huwantu u bunbuninayso uguna faafinayso shacabka Soomaaliland gudihiisa in muran siyaasadeed uu ka dhaxayo diblomaasiyinta Soomaaliland ee waqtigan xaadirka ah ma jaraha u haya guulaha wax ku oolka ah ee laga gaarayo arrimaha dibadda